بسم الله الرحمن الرحيم. مبلغ العلم فيه انه بشر وانه خير خلق الله كلهم، اغر عليه للنبوة خاتم من نور يلوه ويشهد، وضم الاله اسم النبي الى اسمه اذا قال المؤذن في الخمس اشهد، وشق له من اسمه ليجله، فذا العرش محمود وهذا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على مصباح الظلام ورسول الله الملك العلام، خير من صام وقام وطاف بالبيت الحرام. عود طيب مبارك الى كتاب الله بايات بينات من كتاب الله يتلوها على مسامع حضراتكم قارئ الاذاعه المصريه والتلفزيون العربي ونقيب قراء محافظتي المنوفيه والقليوبيه فضيله القارئ الحاج خضر احمد مصطفى، القارئ والمقيم بالكميشه مركز 3 محافظه المنوفيه. ندعو الله له بالتوفيق وحسن التلاوه ولنا ولكم وحسن الاستماع، ان الله ولي ذلك وهو القادر عليه. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة، كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق، كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق،
وظن أنه وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وجوه يومئذ ناظرة بسم الله إلى ربنا ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا وقيل من راق وظن أنه الفراق وقيل من
والتفت الساق بالساق والتفت الساق بالساق والتفت الساق والتفت الساق بالساق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساء فلا صدق ولا ولكن كذب وتولى فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى ثم ذهب إلى أهله يتمطى فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني أيحسب الإنسان
حزنا لم يكن وقفا لم يكن طوفة من مني ثم كان علقا ثم كان علقة فخلق فخلق فسوى فجعل منه الزوجين ذكر وأنثى أليس ذلك القادر أليس ذلك بقادر بقادر على أن يحيي الموتى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن طوفة ألم يكن طوفة من مني ثم كان علقة فخلق فسوي ثم كان علقة فخلق فسوي فجعل منه أليس ذلك بقادر بقادر على أن يحيي الموت ثم كان علقة فخلق فخلق فسوي ثم كان علقة فخلق فسوي ثم كان علقة فخلق
خلق فسوي فجعل منه الزوجين الذكر أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى بقادر أقسم
بذات البلد وأنت حل بذات البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يراه وحد ألم نجعل له عينين ولسانا لم نجعل له عينا ولسانا وشفتين شفتين وغديناه النجدين ألم نجعل له ولسانا وشفتين وغديناه النجدين
مجدين فلو قلت حمل العقبة فلقد حمل العقبة وما أدراك ما العقبة ولسانا وشفتين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلقد حمل العقبة فن من الذين آمنوا
ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة والذين كفروا أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة لا ولله الحمد ولله الحمد لا والله أكبر ولله الحمد ولله الحمد لا تكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون
الله أكبر ولله الحمد لا إله إلا الله تكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم إن الإنسان لفي خسر ثم لا تسألن إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف
ربك بأصحاب الفيل. ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ ألم ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا ترميهم بحجارة من سجيل رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت رب هذا البيت أطعمهم من جوع الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق الله العظيم. الفاتحة. وزيادة في شرف النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته الكرام وإلى روح الفقيدة وأمواتنا وأموات المسلمين جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة والتي تلاها ورتلها على مسامع حضراتكم قارئ اتحاد الاذاعه المصريه والتلفزيون العربي ونقيب قراء محافظتي المنوفيه والقليوبيه وقارئ مسجد العالم بالله سيدي محمد شبلي بمدينه الشهداء فضيله القارئ الحاج خضر احمد مصطفى
القارئ والمقيم بالكميشة مركز تلا بمحافظة المنوفية، ونقلناها إليكم عبر أسير إذاعاتكم المحلية وإنارة كهربائية حديثة فاخرة، فهي تطلب من شبكة أولاد عامر لهندسة الصوت والضوء لصاحبها علاء رمضان عامر وهاني رمضان عامر المقيمين به، بالاشتراك مع قصر من قصور الفراش المطر النبلة التي تطلب وتوجد دائما من محلاتكم الكبرى محلات الحاج فتح الآرح المقيم بمدينة منوف. شارك معنا من الخدمات الفندقية لصاحبها الحاج يحيى المليجي المقيم بسرس الليان. ايها الاخوة المعزين الكرام، تقبل الله عزاءكم جميعا وشكر الله سعيكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله.